السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي قبل نبداو نقول لكم صحة رمضانكم صحة بطولكم. اليوم غادي نتكلموا على حسام عوار الذي كثر القيل والقال عنه في كل منصات الإعلامية والصحف الرياضية وبعض القنوات على اليوتيوب البهلوانية على أنه اختار الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي. نعطوكم كيفاش الصحافة كيفاش تعمل، وكيفاش الصحافة الفرنسية كيفاش تعمل، والصحافة الجزائرية كيفاش تنقل الخبر، وبعض اللي مشي باغيين في الحقيقة المنتخب الوطني ولا لعاب يجيهم باغي يعملوا بشكل كما نقولوا حنايا بشكل مخالف البوها كلي شغلناهم في الفيسبوك البوها يدافعوا على جماعة بالماضي، بصح الأخرى تاعهم الطريقة تاعهم يدافعوا على زاتشي باش يكون على بالكم كيفاش يخدموا. وإلى على أن وين شنا كيفاش هناك بعض الصحفيين يعتبرون الصحف، بعض الناس في الفيسبوك واليوتيوب يعرف هناك بعض الناس يعتبرون الصحف الفرنسية مصدر لهم. نعرفوا الصحافة الفرنسية كانت تنشر دائما على أن حسام عوار اختار الدفاع عن المنتخب الفرنسي. من بعد ما يبان والو شنا ما يبان والو، ويحلم باللعب الاورو، ويعني مثل كل وين هذا وين هكذا العناوين. وتاتي الصحف الجزائريه المواليه للاتحاديه الذهبيه اتحاديه تاع الفتى الذهبي تنقل لنا هذه الاخبار. فعند سماع بعض ناس أصحاب البهلوانية وأصحاب الكوبي كول أكثام مش نسموهم بهذه بمثل هذه الأخبار أو شيء يقومون، وإن أول شيء يقومون به هو التهجم على اللعاب وشتمه، وهذا ما كانت تفعله فرنسا مع أغلب المواهب الجزائرية، وتصور لهم أن الجمهور الجزائري لا يريدهم وغير مرغوب بهم. وشنا كيفاش كانوا يطلقوا دعايات ميكان بالفوضيل، وينطلقوا فيه دعايات إبراهيمي فيغولي، وينطلقوا دعايات لحسن مدحي. لحسن مدحي نهار اللي جا قال لهم أنا كاع ما هدرتي، قال لهم كنت نتبع أخبار الصحافة الفرنسية الصحافة الجزائرية، قال لهم أنا كاع ما هدرت، قال لهم جامي هدرت، قالوا ما هدرت الصحافة الفرنسية ما وشناه جا ساكت ومي راح في صمت، جا في صمت وذهب في صمت. أول واحد اللي تهجم عليه نعقلوا عليه كيما هو الأخضر باللومي نهار اللي قال لهم هذا لحسن مدحي نشوفو غير مين يجي داخل ويجي خارج، ولو يضحكوا بالشيخ وماجر ولا يضحكوا عقلها كيما دروك حقيقة هدروها على بال واحد اللي هادو كاع الناس نصهم خسروا من أجل عقلوا باللومي. مي قال لهم باللي باللومي كان في الباهيه ما يقدر نهضر معاه، عندي سجل وامر تاعو نهضر معاه ويهضر معايا، باللومي نهضر معاه ويهضر معايا، بصح الصح نقوله مجامله مكاش. كان في الباهيه كان يقول لهم ماجر ما عندوش المكان، ماجر ما يستاهلش، ماجر ما يغنى منا. نهار اللي راح الهداف وانا قلتها له، قلت له الشيخ قلت له حرز روحك باهي غادي يلعبوها لك، غادي نهار اللي يطردوا ماجر من ليكيب ناسيونال انت يطردوك من الهداف. خاطش فماك ماجر عيط الديريكتور قال له جيبه في طعي اسكت، وبلومي على بالو بها. انا في رمضان مانيش نزيد عليه وراه يشوف فيا، والله ماني نزيد عليه، بلومي على بالو بها باللي ماجر عيط قال له في طعي اسكت عليا جيبه تشوف الهداف. جابوه الهداف داروا له 6 في 7 وردوا الكاسات غير بشويه. نهار اللي جابوا نهار اللي طردوا ماجر الهداف كملوا مع بلومي، نهار اللي طردوا ماجر من ليكيب ناسيونال الهداف كملوا مع بلومي، كانوا يعطوه 12 مليون كملوا معاه باش يكون على بالكم. هذه حقيقه رانا نقولوا فيها. وين كان ينتقد فيه في قناه الباهيه كي راح للهداف شي قال لهم، قال لهم الجزائر دارت روطار كبير 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 مي ما جابوش بالماجر نهار الاول، خلعت انا ينعقل ديك الليله خلعنا ما امناش. هاو هذا راه يهدر هو هاك ما تفهم والو. ويشنا كيفاش الصحف الفرنسية كاين اللي
كان اللي داير صفحه فرنسيه هو المصدر تاعه، مصدر تاعه، الالهام تاعه، الالهام تاعهم في الصحافه تاعنا لهنا. ويسنك الصحف الفرنسيه كانت تنشر دائما على ان حسام اختار الدفاع عن المنتخب الجزائري ويحلم باللعب لورو، ويعني مثل كل هذه العناوين من تاتي الصحف الجزائريه تنقل لنا هذه الاخبار، خاصه اصحاب كوبي كولي. فعندما سمع بعض كوبي كولي بمثل هذه الاخبار، اول شيء يقومون به هو التهجم على اللعاب وشتمه، وهكذا ما كانت تريده وتفعله فرنسا مع اغلب المواهب الجزائريه، وتصور لهم ان الجمهور الجزائري لا يريدهم وغير مرغوب بهم. حسام عوار لعاب، لازم نعترف به، حسام عوار لعاب عالمي ومن احسن لاعبين خط وسط ميدان في العالم، يملك تقنيات وفنيات عالميه، العديد من الانديه مهتمه به، خاصه بعد تحديد سعره ب 50 مليون يورو، ابرزها باريس سان جيرمان، جوفنتوس، مانشستر سيتي، ريال مدريد، ليفربول، تشيلسي. ويعمل على ورقة ريال مدريد يعمل على ورقة بنزيما من أجل إقناعه بالالتحاق بالريال. للتذكير، بنزيما هو صديق ويقطنون بنفس الحي في ليون، وهو وعائلته تربطهم علاقة وصداقة، يعني بنزيما صديق العائلة تاع حسام عوار. ني بدون ما ناش نديرو مجامله ولا بصح، لا لعاب كبير، لعاب تيب واحد ما تيراش بولا غير الاوضاع رداته، يهدر تيبهم يعايروا في محرز ويعايروا في هذا عوار وكلش. يا خويا روح تفرج فيه، عرف كاليتي تاع اللعاب ومن بعد عايروا الغش. كمال مهوي تعطيه مباراه تقول له حلل لي مباراه، ماشي حلها سورتو زين عامر كم بوحنيكا، تيبهم هذوك الناس كانوا طايحين طق طق كوموتي، شلنا كيفاش ذباب تاع تابعين القهوه تاع الشيشه، نص تابع الشيشه والنص تابع كيسموه تابع السائق، يطيحوا من ولا يطيحوا. يا ودي شو يا تشوفهم هكا، تعرفهم ومن بعد ليام الدور تصيبهم رايحين راكبين في الطياره يروحوا يناصروا، تعرفهم من المجال تاعهم، تعرف مجال، نعرفهم مليح مجال تاعهم، تصيبهم رايحين. يا خويا انت تعاير في اللعابه، انت تعاير في بن طالب، انت تعاير في محرز، شا عندك كنتو تعايروا محرز؟ والله العظيم لا كانوا يعايروا في محرز، وشناهم ضروكم يطقونا التصاوير متصورين مع محرز، شناهم متصورين مع جمال بالماضي، كانوا يعايروا في جمال بالماضي، والله النهار الاول كانوا يعايروا في جمال بالماضي. كاين واحد الصحف واحد في الفيسبوك، والله لا كانوا يعايروا جمال بالماضي، يعايروا محرز، كانوا يعايروا بن طالب، يعايروا فيغولي، يعايروا مبولحي، يعايروا عيسى ماندي، كانوا يعايروهم. تصبحوا تستو متصورين معاهم، تبقى تشوف ترسق تشوفهم ضروك في منهم يعايروا اي تنوري، ويعايروا في شرقي، ويعايروا في عوار، هذو ثلاثه مطيحين عليهم مش مخليلهم، ماشي باغي نميش. يا ودي يا ولد صح، معليش نديرو ستاتي للعابه تاعكم تاع بارادو، وخلو هذو يجوا ودير ستاتي للعابه تاعك، معليش دير لهم ستاتي وخلي هذو اللعابه يجوا، معليش تتخمم باش تبيعهم، معليش دير لهم ستاتي وخلي هذو اللعابه يجوا، برك ما طايحين عليهم تعايروا فيهم، خاصه الناس بهلوانيين، كاين بهلوانيين راه غالب، بصح الشعب الجزائري راه يفيق، يفيق بالرداء او يفيق بالنا، راهي مش صايب. هذه كورونا ردت كل واحد في بلاصته، حطتهم في بلاصته. تحيه الجزائر. زابشي تاع لافاف، زابشي تاع لافاف اللي زابشي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار الرشا وما الزبوش، الرشا وام الزبوش، الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزبشي فيه ويبيعوها 1000 هكتار
لزاتشي يجيو الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي فيه